نرجع بقى للشغل في الملفات الكتيرة والمهمة اللي شغالة عليها الدولة. كلمتكم من شوية عن الصناعة واجتماع الرئيس بالملف ده امبارح، والنهاردة في موضوع الطاقة. كمان ملف الزراعة اللي ليه الأولوية وبرزت أهمية الزراعة في الوقت الحالي مع التحدي العالمي وتعدي العلاقة بسلاسل الإمداد والسلع الغذائية الأساسية وما إلى آخره والعملة الصعبة، فعشان توفر احتياجاتك وتقدر إنك أنت يعني ده أمن قومي، يكون عندك مأمن غذائك، فده شيء مهم. وساعدنا على ده بشكل كبير ان يكون عندك مخزون استراتيجي، انك توسعت في استصلاح اراضي زراعيه كتير او اراضي استصلحت اراضي وقدرت انها تكون موجوده وتنتج. كمان مشاريع كانت متوقفه لكن باراده وبرؤيه مختلفه تم استكمالها، منها بكلم حضراتكم تحديدا عن المشروع القومي توشكا. امبارح كان في مجموعة من الإعلاميين اللي قاموا بجولة في منطقة توشكا، والرئيس كان ليه مداخلة معاهم الحقيقة، ومداخلة مهمة لأنها شملت كتير من التفاصيل الحقيقة، إنه ليه الدولة شغالة في ملف الزراعة، إيه اللي حصل في مشروع توشكا، حجم العمل والإنجاز اللي تم في الموضوع ده بعد ما كانت الدنيا يعني زي ما بيقولوا بالبلد كده ميتة ومتوقفة وما كانش في أمل. لأ، هدينا الجدار، هدينا العازل اللي كان ما بيننا وما بين استكمال هذا المشروع. فكلم الرئيس انه من المستهدف ان احنا نزرع 4 مليون فدان خلال مده زمنيه ما تزيدش عن سنه، وقال ان اللي بيحصل في منطقه توشكا هو جهد خطوه واحده من خطوات كتيره بيتم تنفيذها، ودعا الرئيس لزياره مشروع كمان مستقبل. احنا مش عارفين بس قد توشكا، انت عندك مستقبل مصر وعندك طبعا في سينا والدلتا الجديده وعندك كتير طبعا من المناطق اللي تم استصلاحها فيها أراضي كتيرة، واتكلم عن مسألة التنمية بشكل عام، ورسالة مهمة كمان للمواطن المصري بخصوص يعني اللي خايف من بكرة ومن المستقبل ومن التحدي الاقتصادي اللي احنا بنتكلم فيه. فطمن الشعب المصري ان الدولة ماشية بشكل كويس جدا وان في حجم يعني كبير من العمل والجهد، واتكلم في الملف الاقتصادي وفي البورصة وليه الشركات برضو بتدخل البورصة عشان نزود برضو من قيمتها وعشان المواطن والشباب واي حد يقدر ان هو يكون ليه سهم ويكون عنده مردود. معانا دلوقتي على التليفون احد الاعلاميين اللي كانوا موجودين في جوله امبارح في توشكا، استاذ زكي القاضي، رئيس القسم العسكري بجريده اليوم السابع. مساء الخير يا استاذ زكي. مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ زكي. يعني اولا كده انقل لنا وقول لنا انطباع حضرتك في جوله امبارح، ايه اللي شفته وايه اللي بيحصل في توشكا؟ غاية ومفاجأة في نفس الوقت، يعني رغم اننا كنا عارفين ان احنا رايحين توشكا، والواحد كان دايما هو بيروح اي زيارات من النوع ده بيحضر معلومات، بيقرا، بيشوف الوضع شكله ازاي، لكن بصراحة الحقيقة على الارض لا مختلفة تماما. مفاجآت، انا عن نفسي تفاجئت منظر محطة رفع المياه اللي في عهد حاليا وهيتم تأخير الفترة. استاذ زكي معلش يا استاذ زكي معلش تحرك بالتليفون بس بعد اذنك عشان الصوت مش واضح. تمام، اتفضل. بقول لحضرتك انا ان انا يعني امام عملاق للغايه على الارض، الدوله المصريه شغاله فيه بعنايه شديده وبخطه مدروسه وتصدرت ليه عشان يكون هناك مستقبل لفكره الزراعات الاستراتيجيه والحبوب الاستراتيجيه زي القمح والذره. كمان المفاجأة الثانية على الصعيد الشخصي ان انا لقيت مهندسات موجودين في قلب توشكا، وتوشكا دي في قلب الصحراء في جنوب غرب مصر، وبالتالي لما الاقي مهندسات اظن ان هي ما وصلتش ان هي تاخد القرار ده الا لما شافت ان الدولة المصرية بتدعم المرأة المصرية طبعا، وبالتالي خدت هذا القرار وقالت ان انا ابقى موجودة في قلب الصحراء مع زملائي من العمال والمهندسين والفنيين. فده اظن القرار ده ما كانش تقدر تاخده في وقت ثاني، كان هذا القرار مرتبط بانها واثقه ومطمئنه للقياده، مطمئنه ان القياده تدعم المراه المصريه في الوقت ده. عشان كده كانت مفاجاه ليا كبيره ان انا الاقي مهندسات موجودين في قلب الصحراء موجودين في توشكا. لا، هتلاقينا في كل حته في كل شغلانه يا استاذ زكي دلوقتي. هو ده العصر الذهبي للمراه. ايوه بالفعل. وبالتالي الحاجه الثانيه برضو كانت تهمني حتى في الاسئله للعمال الفنيين على مرتباتهم، انا بصراحه كنت بسال على المرتبات والمرتبات كانت يعني اضعف الحد الادنى للاجور، كمان تتخطى كمان يعني ضعف الحد الادنى، تتخطى هذا الرقم، يعني انا بتكلم في اكثر من 6000 و7000 جنيه. وده رقم محترم جدا يعني مقابل الخدمه اللي هم بيقدموها. كمان العمال هناك فرحانين ومبسوطين، مش بفكره كمان ان الاعلام بيصور معاهم وموجود معاهم، لا، هم حسوا ان الناس يعني شايفاهم وان احنا
عايزين كمان مره واثنين وثلاثه الناس تحس بينا ونبقى موجودين معاهم ويحسوا ان اولادهم المهندسين والعمال والفنيين موجودين في قلب الصحراء وشغالين شغل من نهار للنهار عشان يعملوا مشروعات عملاقه زي دي. ثالث حاجه برضو كانت مهمه بالنسبه لي ان المحافظات المحيطه يعني زي الاقصر واسوان ووادي الجديد نسبتهم من العماله. انا شفت ان في قطاع كبير من الاقصر واسوان موجودين هناك، وكمان في وسائل اعاشه تم اعدادها ليهم، يعني هم يقدروا بالليل بيتفرجوا على الماتش وعلى المسلسلات وعلى البرامج زيهم زي اي مكان في مصر. هناك الشركه موفره لهم فرص العاشة اليوميه، وده كان برضه امر مهم بالنسبه لي. طبعا في خلاف مكالمه سياده الرئيس الهاتفيه، ودي بصراحه هي اللي كانت يعني ختامها مسك زي ما بيقولوا، لانها كانت المفاجاه اللي ما كناش نتوقعها. لكن في النظره العامه احنا اكتشفنا ان الدوله المصريه حاطه رجليها في كل حته على ارض مصر، وكل حته دي معناها ان ما كانش لازم تسيب توشكا ابدا. يعني ربما كان يقول القائل ان احنا دي محسوبه على نظام سياسي سابق ان احنا ما نروحلهاش وخلاص، لكن القياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي اصر ان احنا نروح طالما هناك دراسه جدوى وهناك امور اقتصاديه بتقول ان احنا نروح لها ويبقى في عائد اقتصادي، يبقى مصلحه المواطن هنا مقدمه على المصلحه السياسيه. بشكرك يا استاذ زكي، معلش اسف على المقاطعه، بس ان شاء الله يعني نستكمل مع حضرتك ونتكلم في الملف ده وملف الزراعه بشكل عام. استاذ زكي القاضي رئيس القسم العسكري بجريده اليوم السابع.